لكن دعونا ننظر الان في مصطلح النسوي ما هو المصطلح؟ أه، توجد مصطلحات متعدده او تعريفات متعدده لهذا الامر من افراد ومن هيئات. ودعونا ننظر في تعريف الويكيبيديا هذا واحد من التعريفات طبعا توجد تعريفات متعدده ل لي... أطراف أو جهات متعددة لكن هذا واحد من التعريفات بأنها هي مجموعة من الحركات وطبعا لماذا عبر مجموعة من الحركات هذا كلام دقيق بغض النظر هي حركات متباينة تما تباينا كثيرا في جملة من المفاصل لكن تجمعها كليات هي مجموعة من الحركات الاجتماعية والسياسية والإيديولوجيات التي تهدف الى تعريف وتاسيس المساواه السياسيه والاقتصاديه والشخصيه والاجتماعيه بين الجنسين، فهي دعوه لتاسيس المساواه بين مختلف الجنسين، وطبعا هذا تعريف متاخر، ليس هو تعريفا للنسويه في بداياتها ففي بداياتها قبل ما يزيد على قرن وجدت دعوات متعددة لأن النساء كنا لا يتملكن كنا يباعن وهذا أمر موجود إلى عهد قريب بمعنى لم تطل مدته جدا في هذا البيع في المجتمعات الغربية توجد يعني نفي الملكيه، نفي صلاحيه التصرف في البيع او الاهليه لذات تصرفاتها وما الى ذلك، فهذه كانت جمله من البدايات فكانت البدايات بسيطه فكانت مطالبه بالملكيه، مطالبه بحق التصويت من دون ان تتدخل في شيء من الجوانب الاخرى، لكن تلتها مراحل متعدده. تلتها مراحل متعددة فبدأت تنتقل من مستوى إلى مستوى أعلى وقد قسمها بعض الباحثين باعتبار المراحل وقسمها آخرون باعتبار التوجهات والأهداف والغايات وما إلى ذلك فتوجد عدة تقسيمات لها لكن بدايتها البسيطة سرعان ما تحولت إلى مطالب اكبر وخصوصا بعد الحرب العالميه الثانيه ولذلك اسباب بدايتها اقتصاديه ولذلك اسباب بدايتها اقتصاديه لكن لم تقتصر على المجال الاقتصادي بل سرعان ما تحولت الى مجالات اخرى وبدات الكتابات التي تكتب في هذا المجال في العالم الغربي من فرنسا ومن غيرها وعانى المجتمع كان المجتمع ولا زال يعاني من عنف ضد النساء من ظلم لهن وما الى ذلك هذه اشياء كانت موجوده ولا زالت موجوده لكن ما هو الحل الذي يمكن ان يستخدم في ذلك؟ دعونا ننظر في هذا الامر. ثم وجد كتاب اللغز الانثوي او الغموض الانثوي وهذا كتاب من اوسع الكتب انتشارا يعني عالميا لبيتي فرديان انا لا اتقن قراءه بالمصطلح بدقه لكن هذا الكتاب من الكتب التي انتشرت عالميا وكانت لها تاثيرها البالغ جدا على هذا المستوى. آه هذا المستوى ما بقي حبيس الغربي بل وجدت كتابات آه عند المسلمين عند جمله من النساء آه بدا ببعض الاديبات آه انا ما ما اطيل الكلام لان الكلام ليس كلامنا عن عن الماضي لكن بدات محاوله التشكيك في في الحجاب آه بدات محاوله لدعوه المراه للثورة على الرجال وهذا أمر وجد ووقع بقوة وجدت يعني وبدأت كانت البدايات كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين كتاب ما يحمل جملة من المضامين المذكورة الآن بتاتا لكن هذا الكتاب ولو لم يتضمن ذلك لكنه استغل استغلالا ولهذا هذا المشهد او هذا الكتاب يعرفنا بقاعده مهمه ان الكتاب او القول في هذا الامر ربما يفتح ابوابا بمعنى ان القائل من المهم حينما يتكلم ان يضبط مصطلحاته بدقه وان يؤصل لما يقوله بدقه لان كل كلمه تجر الى ما وراءها ولهذا بعض النسويات بانفسهم بعد ان انفتح الباب كثيرا أصبحنا بأنفسهن يحذرن مما كنا يدعون إليه وطبعا نوال السعداوي كتبت ولها شهرتها البالغة وركزت كثيرا على الجنس وما يتعلق به واعتبرت بأن الميراث القرآني ظلم وصرحت بأن الجنس بأن الجنس عادة بمعنى ليس عبادة ما متعلق بهذا فالمجتمع والدين لا دخل لهما بالجنس لا دخل لهما بالجنس والمرأة عندها آه مقفورة في جميع الأديان وطبعا حاربت الحجاب وما إلى ذلك وتوجد مناظرات آه بينها وبين الدكتور محمد عمارة آه يعني بين بالحجج المقنعه آآ آآ الامر وطبيعي ان طبيعه المناظره لكن ابين بحجج مقنعه آآ ما آآ خطا آآ التصورات التي تم مناقشاتها وطبعا نزار قباني ثوري على شرق يراك وليمه فوق السرير بمعنى نظره هو ينظر بها الى المراه ثم يخاطب المراه ان تتخلص منها الاسلام لا ينظر الى المراه بانها وليمه فوق السرير، لا المراه خلق مكرم ولقد كرمنا بني ادم الكرامه للجنسين كرامه بالغه عظيمه وطبعا شحرور وصل جاوز كل ذلك وتحول بعضهم كما سبق ان ذكرنا عن اللغز الانثوي تحولت الى ايقونات <سجد> <م Elliot> يعني عليها يلتف الجماهير وما الى ذلك ليس لقوتها او لقوه الطرح علميا وانما لانها تدغدغ بعض المشاعر التي التي تلامس عواطف بعض الناس من رجال او نساء وبعض الرجال مستفيدون تمام الاستفاده وساذكر بعض قليل النتيجه التي تقع نتيجه لذلك